أخبار اليوم. شهر رمضان في دولة المغرب، وفي المغرب يستقبلون شهر رمضان بفرحة عارمة وقلوب طواقة، ويعيش أكثرهم هذا الشهر في صيام حقيقي وطاعة مطلوبة. فكلنا يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي معناه أن كثيرا من الناس ليس لهم من الصوم إلا الجوع والعطش، ولذلك يحاول البعض أن يستفيد من هذا الشهر بالتقليل من الأكل والإكثار من الطاعات، كالتصدق وتقديم وجبات الإفطار للمحتاجين وقيام الليل وقراءة القرآن الكريم. وفي المغرب تشتهر الموائد في رمضان بشوربة الحريرة والتمر والحليب، فيما تعتبر شوربة الحريرة في مقدمة الوجبات، إذ لا يعتبر كثيرون من الإفطار قيمة بدونها، ولذلك بمجرد ذكر شهر رمضان تذكر معه الحريرة عند الصغار والكبار على السواء. كما ينتشر الباعة المتجولون على الطرقات والأماكن الأهلة بالسكان ليبيعوا هذه الوجبات دون غيرها. وبعد الحريرة تأتي الشبكية، وهي حلوى تصنع غالبا في البيوت بحلول الشهر الكريم، ويتشابه الاحتفال برمضان في المغرب بتونس.